كنت عم بحلم اجي على لندن من زمان، يعني من اول ما بلشت غني مثل هي الـ يعني اهم شيء انك تجي على 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 لندن تعملي حفله اذا انت بدك تكوني بهيدا المجال، لانه مش بس هي كمدينه مهمه كثير موسيقيا لإلي كثير مهمه، لانه يعني انا تعلمت من كذا فرقه ومن كذا مغني انجليزي كثير 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 اشياء بالموسيقى. ليك هو الحب هو جزء من حياتنا، اكيد في حب بحياتنا، بس كمان في كثير مشاكل عم بتصير حوالينا لازم نحكي عنها، لازم نحكي عن الفساد، لازم نحكي عن الخوف من الدين، لازم نحكي عن الطائفيه، لازم نحكي عن العنصريه، لازم نحكي عن الحروب، لازم نحكي عن مليون شغله عم بتصير. يعني اذا نحن ما بدنا نحكي مين بده يحكي؟ فلما تبلشي تحكي عن الاشياء عن الواقع مثل ما هو بتصيري بلا ما تحسي عم تحكي عن السياسه، لانه هي جزء من حياتنا، هي اللي يعني ما في شخص بالعالم العربي منه مسيس هلا. هلا انا عم بعمل البوم جديد كامل، هو عبارة عن عمل إذا بدك سمعي بصري. يعني عم بشتغل على الصورة بطريقة جديدة وعلى الصوت بطريقة جديدة. أول شيء عم برسم جيتاريات على كذا بكذا بلد عربي، عملت قصص بلبنان بمصر بتونس بالمغرب، عملت واحدة بأصلو، عملت قبل واحدة بالبرازيل. عم بعمل الرسم يلي أنا بحبه على الطريق ليكون جزء من الشيء اللي عم بيصير وجزء من القصة يلي بدي خبرها عن حياتنا بالعالم العربي، نحنا مين، نحنا شو بنعمل. فلحنتهم للأشعار واشتغلت مع موزع وبروغرامر تونسي اسمه خليل جدران، هلا ايضا مش اسمه الحقيقي بس هو هيك حابب يسمي حاله، فعمل الارانجمان وعمل الساوندز واذا بدك اللعبه الصوتيه حول الالحان اللي عملتهم. وهلا رح ينزل الالبوم افتكر باخر الصيف. تقول ما حبيش خلي الهوى جنوبه صوت المحبيش.